حضرتك كنت كنت عايزه اه كنت بقول لحضرتك انه يعني النادي الاهلي المفروض دلوقتي هو بيمثل، او الفتره دي فتره حاسمه، بيمثل مصر مع نادي الزمالك طبعا في افريقيا، فالمفروض يكون في دعم للانديه دي. لما بتكلم على الاعلام بقى المفروض ان هو محايد لاعلام اهلي ولا زمالك، المفروض يكون في دعم اكتر يا استاذ جمال، مش ان انا بهدم نادي او بتكلم عن اللعيبه او عن الاداره بشكل مش كويس في فتره احنا المفروض يبقى بنقدم كل الدعم للانديه المصريه اللي بتمثل مصر في بطوله افريقيا. هو الدعم مطلوب في حدود انه ما حدش لا يجرح ولا يلصق ما ليس موجود بيعني تيشيرت النادي الاهلي، وبالتالي بيمثل مصر من عدم، ودي هو يمثل قطاع كبير من جماهيره، الزمالك يمثل قطاع كبير من جماهيره، الفرحة في الشوارع الملونة هي فرحة لأجزاء من الشعب. المطلوب بس الحيادية زي ما حضرتك وصفتي، وأن يكون هناك قاعدة مستنيرة للنقد، ما حدش قال له روح ورا الأهلي والزمالك زي ما بتروح ورا المنتخب، لكن على الأقل حضراتك يعني توخى دقة المعلومة. ده احنا شغلتنا بقى، واستاذ جمال يأكدها لحضرتك يعني، وانت اصلا بنت الصحافة برضه، جزء من ضمير الأمة ونشكل وجدان الشعب وكذا. لا مهمة تقيلة قوي زي كده النائب العام اللي هو محامي الشعب. صح.